مستمرين معكم في تغطيتنا الخاصة لنهائي كأس ولي العهد. انتهى الشوط الأول في مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي 1-1. سجل الهلال في بداية مباراة هدف للاعب ناصر الشمراني. عادل النصر في كرة عرضية مثل ما تكلم فيها أبو الوليد الكابتن خالد الشنيف، وخطورة مثل هذه الألعاب ونتج عنها هدف خطأ في مرمى اللاعب سلطان الداية. نرجع مرة ثانية مع الكابتن خالد الشنيف، حياك الله معنا أبو الوليد. مباراة ممتعة، مباراة حلوة، ها ما تدري وين تروح. لا سريعة مثيرة، أجمل ما فيها قلة توقف من حكم المباراة، ومباراة مهجمة في هجمة مع فترات متباعدة لكن الفرص موجودة. نبدأ في المباراة، بس بعطيك نقطتين أو ثلاثة. ناصر الشمراني وتمركز الممتاز خلف غالب في الهدف، وأكثر من حالة كان ممتاز فيها، والسرعات الموجودة فيه اللي هذا حدث في الهدف الأول. الجهة اليمنى اللي فيها سالم بجانب الشهراني، سالم الدوسري هي الجهة التي تعمل، أتكلم عن الهلال. النقطتين الإيجابية، النقاط السلبية، حالة نجد سيئة جدا في الشوط الأول، تخيل فقط 7 إلى 6 كور في الشوط الأول وبسهولة. كثرة الأخطاء اللي حول المنطقة وأنت تعلم من فريق المقابل أمامك خطر جدا في هذه الألعاب. كيف الوضع؟ أنت تكلمت على الجهة اليمين، حالة جيدة في نادي الهلال، ياسر الشهراني وسالم الدوسري. في الحالة الهجومية، في الحالة الدفاعية، شفنا يمكن اللعب النصر على الجهة اليسار في النصر لعب عليها كثير. اليسار لا، النصر معظم أداء كان عن طريق الغامدي وشايع، لكن درجة أقل. هي الجهة اليمنى للهلال الأهم اللي فيها، اللي تعتبر نقطة سلبية، اللمسة الأخيرة، تكلم عن الكرة العرضية واللمسة الأخيرة كانت سيئة وسيئة جدا. بالنسبة للمشاكل اللي تكلمنا عنها، المشكلة الأولى واضحة في كثرة الأخطاء والتعامل اللي هي مع هذه الأخطاء. المشكلة الثانية كانت واضحة في تداخل الأدوار ما بين كارير وكاستيلو، تكلمت عليها قبل المباراة، واضحة في المباراة يا سامر، واضحة في المباراة. الثالثة وهي الواضحة بشكل أكبر، حالة نفذ سيئة جدا، يعني في أسوأ حالاتها شاهدتها. السبب مرة ثانية، 3 محاور اللي في وسط ملعب النصر خامدين في المباراة، لذلك يروح لليسار على النصر. على النصر حسين عبد الغني ما شاء الله في أي موقف ثابت، هو الخطر، هو رجل، هو من وجهة نظر رجل المباراة للنصر كما هو رجل المباراة بالنسبة للهلال نصر الشمراني. أي موقف ثابت كان خطر. الخيار الثاني اللي كان للنصر هي الكرة الطويلة اللي جرحنا شاهدها، 3 أو 4 محاولات إحداها فرص خط، فرصتين خطيرة للنصر. المشاكل ونتكلم فيها مرة ثانية، المساحة اللي خلف إبراهيم غالب، هذه المشكلة الأولى. التون تستغرب مرة ثانية إشراك على حساب الراهب. الشوط الثاني أبو الوليد بالنسبة للهلال والنصر قراءتك؟ تامر تشاهد المباراة، يعني كل مدرب لن يبدأ بالتبديلات، لكن نبدأ مثلا في النصر. الراهب مكان إلتون، هذا تبديل أول. الشهري مكان نور، هذا تبديل ثاني متوقع. وينتظر التبديل الثالث على حسب نتيجة المباراة وين تسير المباراة. بالنسبة للهلال ممكن أشاهد الفرج مكان كريري، هذا تبديل أول. تبديل ثاني ممكن تشاهد ياسر القحطاني إذا تأخر أو راد أن يسجل الهدف الثاني على حسب مكان نواف العاب. طيب لو الشوط الثاني تشوف مباراة محتملة تتمدد شوط إضافية ولا تنتهي في الشوط الثاني أبو الوليد؟ أراها من الممكن، ممكن تنتهي في الأشواط الأساسية. مباراة مفتوحة يا ثامر، مباراة مفتوحة. في نتيجة متوقعة في الشوط الثاني أبو الوليد؟ ما سمعتك. أقول في 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 نتيجة متوقعة في الشوط الثاني؟ والله على الأداء المفتوح، من يبادر بتعديل أخطاء قبل الثاني يذهب تذهب إلى المباراة. تعديل من داخل الملعب، والتعديل الأهم من خارج الملعب، من يبادر؟ والنصر يجب أن يبادر بالتحديد الراهب مكان إلتون إذا أراد أن يعدل وضعه. تقول مين ومين؟ أقول لك 50-50. 50-50. الكل قادر. يعطيك العافية أبو الوليد.